مساء الخير على كل متابعي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم الان من منطقة ابو زعبل بالخنكة بمحافظة القليوبية. طبعا فرحة كبيرة دبت داخل البيت بعد حالة من القلق والترقب على مدار ايام متواصلة من خوف طبعا في من حالة الحرب اللي دبت في اوكرانيا. طبعا معانا الدكتور خالد ابن قرية او منطقة ابو زعبل في الخنكة اللي عاد من الحرب بعد مشاهد مأساوية شافها بعينه ورحلة طويلة جدا من العودة سطرتها الدولة المصرية خلال يعني رحلة عودة أبناء مصر في أوكرانيا. هيحكي لنا تفاصيل المشهد هناك وتفاصيل رحلة العودة حتى وصوله أرض الوطن، وطبعا حالة الفرحة اللي دبت في المنزل بعد عودته بعد حالة كبيرة جدا من القلق ومن يعني طلقات ونيران الحرب اللي شهدتها أوكرانيا خلال الفترة الماضية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك و بقناة اليوم السابع. يعني مليون حمد لله على السلامة الأول، يعني احكي لنا المشهد هناك كان عامل إزاي طبعا، وأي مدينة أنت كنت قاعد فيها. والله حضرتك من البداية خالص، طبعا في الأول خالص أثناء الكلام اللي كان بيحصل إن في حرب على أوكرانيا وإن الرئيس بوتين عايز ياخد أوكرانيا والكلام ده كله، طبعا احنا قاعدين هناك واحنا شايفين الوضع غير كده خالص. معظم الناس كلها بتحكي ان في مشاكل في البلد وان الجيش بيستعد وعلى اطراف اوكرانيا كلها وعايزين يدخلوا وياخدوا اوكرانيا. احنا كنا شايفين الوضع هناك ان مفيش الكلام ده خالص وان استحال يحصل الكلام ده، لان احنا دلوقتي في زمن يعني حديث، مفيش الحروب دي كلها انتهت والمشاهد اللي احنا شفناها ديت يعني كانت حاجة استحالة كان ان احنا نفكر فيها يعني. وطبعا الاهل دايما كانوا بيكلموني يقولوا لي لازم تنزل، وانا اقول لهم يا جماعه مفيش حاجه، انتوا مكبرين الموضوع ومفيش حاجه واطمنا الحمد لله بعد ما قرر بوتين ان هو يسحب القوات، سحب القوات فعلا، ولكن دي كانت خدعه. وبعد كده بدانا ان احنا يعني الحمد لله الامور عندنا تستقر وبدانا نرجع تاني في مذاكرتنا ونركز في مذاكرتنا. بعد كده في يوم الخميس اللي فات دوت بدأت الـ يعني كنت صاحي على الفجر عشان أبدأ أذاكر وأحضر لمذاكرتي وكده. سمعت الـ اتفاجأت إن في خطاب للرئيس بوتين على الساعة 5 تقريبا، بس مباشر كانت بتبثه القنوات الأوكرانية، وطبعا ما كانش لسه بعض القنوات العربية كانت بدأت تبث لأن كان لازم يكون في ترجمة وكده. اللي فهمته من كلامه ان هو بدأ الحملة العسكرية على اوكرانيا بعد ال يعني تقريبا بعدها على طول ب10 دقايق او ربع ساعة بدأت الاخبار كلها تنزل ان الطيران الروسي الطيران الحربي بدأ يقصف جميع مدن اوكرانيا من غربها من الشرق الى الغرب. واثناء ما انا قاعد كده طبعا ببص في الاخبار ان المدينة اللي جنبي اتقصفت، المدينة اللي قدامي، انا قاعد مستني يعني الله اعلم ايه اللي هيحصل. احنا قاعدين قلقانين، محدش فاهم حاجه، محدش عارف ايه اللي كان بيحصل لسه، لان في ناس كتير كانت نايمه في الوقت ده ومعظم الناس كانت نايمه. يعني انا الحمد لله انا كنت صاحي وكنت مجهز نفسي يعني على ان انا اسمع صوت قصف، او ان احنا طبعا بعد ما سمعت المدن اللي جنبي كلها اتقصفت، بعديها بالظبط ب10 دقايق كمان بعد ما سمعت ان المدن اللي جنبي اتقصفت بدأ المدينه بتاعتي تتقصف اللي هي مدينه دنيبرو، قصف من الطيران الحربي على المطار في مدينة دينيبرو وعلى بعض المصانع الأسلحة في المدينة. طبعا سمعنا القصف دوت، يعني كان رجل المدينة كلها يعني كان صعب يعني. كان صعب جدا. والحمد لله بعد كده يعني الدنيا هديت بعد القصف دوت، وبدأنا طبعا الصبح يطلع وبدأت الناس كلها تقوم وتشوف ايه اللي بيحصل. طبعا بتابع انا الاخبار لان انا ساعتها ما عرفتش يعني، فضلت قاعد في ذهول وان خلاص الحرب بدأت. انا لحد ساعتها انا ما كنتش برضو متوقع ولا كنت متخيل ان يكون في حرب. انا قلت برضو بعد المناورات العسكرية تكون في المدينة المدن الشرق اللي هي جنب روسيا، ان هو عشان بعد القرار بتاعه ان هو ضم مدينة لوغانسك ومدينة دونيتسك الأوكرانيتين ضمهم لروسيا أو عملوا إن هما جمهوريتين منفصلين لوحدهم،
بدأنا نقول ان هم هيدخل بس المدن اللي هي الروسية، يعني المدن اللي هي اللي خلاص دمها لروسيا، ولكن هو طمع في اوكرانيا كلها ودخل لحد ما وصل من زي ما قلت من الشرق للغرب، يعني حتى المدن اللي سافر فيها معظم الناس تحسبا برضو للحرب طالتهم القصف، وكل الناس كانت يعني في جميع المدن كانوا قلقانين، وصفارات الانذار اشتغلت في جميع المدن. بعد كده اول ما الدنيا هديت شوية بدأنا نسمع ان كل الاوكران بينزلوا وبيخلصوا الاكل في المحلات. انا برضو كنت مجمع اكل، يعني لان والدتي برضو والدي قالوا لي خلي برضو اكل عندك احتياطي تحسبا لاي حاجة برضو لا قدر الله، فالحمد لله كنت عامل حسابي، ولكن احنا برضو نزلنا لاني مش عارفين احنا هنقعد قد ايه، مش عارفين الحرب هتفضل لحد امتى، وهيكون في ما هنقعد في ملاجئ ولا ايه اللي هيحصل لنا، ما كناش عارفين ايه اللي هيحصل. نزلنا وفعلا لقينا يعني عبال ما نزلنا وجمعنا اصحابي كده ونزلنا كام واحد مع بعض عشان برضه لا قدر الله في حاجه، لقينا ان معظم الاكل كله خلص، يعني بدأنا ناخد بعض الحاجات البسيطه اللي كانت لسه ما زالت متوفره. وبعد كده رجعنا للبيت وفضلنا قاعدين طبعا كل يوم نسمع في قصف في المدن اللي جنبنا، وفي ان الجيش بدأ يدخل معظم المدن الكبرى زي مدينة كييف ومدينة خاركوف ومدينة اوديسا ومدينة خيرسون، دخلوا كل المناطق ديت اللي هي حوالين اوكرانيا كلها. وطبعا الناس كلها كانت يعني عايزين يعني كل الناس بعد القصف بدأ كله عايز يمشي للغرب، طبعا الشوارع كلها اتزحمت والطرق كلها ما كانش فيه اي مكان، فاحنا فضلنا قاعدين وخايفين برضو للحرب يعني. وطبعا كل الناس اللي كانوا مسؤولين عن المدينة بتاعتنا ادونا تعليمات ان احنا اول ما نسمع صفارات انذار لازم ننزل الملاجئ فورا، حتى لو ايه اللي حصل لازم ننزل الملاجئ، ما ينفعش نقعد في البيوت لان القصف كان بيطول برضو المناطق السكنية والمدنيين. المهم بعد كده بعد كده بدأنا قعدنا في البيوت، طبعا الأكل بدأ عندنا يقل شوية، الشرب بدأ يقل برضو، خايفين إن الكهرباء تقطع، إن دايما تليفوناتنا على الشواحن، مش عارف أطمن حتى أهلي أو نرد على الناس اللي عمالين يتصلوا من الاتصالات، لأني يعني خايفين إن النور يقطع ويكون موبايلاتنا تفصل شحن وكلام من ده. بعد كده فضلنا قاعدين في 3 أيام أو 4 أيام في المنزل بس، تمام. تمام. قعدنا 3 أو 4 أيام في المنزل بدون ما نشوف الشارع يعني. وطبعا بعد ما خلاص بقى إن الجيش كله بدأ يتدمر بعد الجيش الأوكراني وما بقاش فيه، وبعد المدن سلمت وإن إن القصف طال كل الجنود والكلام ده كله، بدأت أشوف كتيب عندي تحت البيت، كتيبة جيش أوكراني واقف تحت البيت عندي، وأنا ساعتها كنت مريض شوية وكان عندي علاج، ولكن العلاج اللي عندي خلص، فكنت عايز أنزل أدور على أي صيدلية أو أشوف حتى من أصحابي مع علاج. ما كنت خايف أنزل من الجيش الأوكراني لأني خايفين، هما كلهم خايفين من بعد العساكر الروس تهيأوا في هيئة المدنيين عشان يحاولوا يدخلوا لبعض المدن، فكانوا شاكين في كل الناس، كل الناس خايفة من بعض، بدأ أكيد. يحصل حرب شوارع، المدنيين كلهم بدأوا يتسلحوا، حتى أنا وأنا نازل يعني الناس الجيران بتوعي بدأوا يقولوا أنت لو تقدر تحارب لازم تيجي معانا وما ينفعش تسيبنا والكلام ده كله، يا جماعة أنا مريض. وحتى الجيش هناك أول ما خرجت من البيت عشان أروح أدور على العلاج الجيش الوطني وقفني وموجه في وش السلاح، لاني طبعا غريب، أكيد وهم طبعا. كانوا بيحاولوا يدوروا على اي جنود روس منتشرين في المدينه كلها، لان كان المدينه بتاعتي بدأ يظهر فيها جنود روس متخفيين بلبس مدني. ولكن رحلة العودة بقى بتاعتك بدأت ازاي؟ بالنسبه لرحله العوده بدأت في نفس اليوم اللي انا نزلت ادور فيه على علاج، عرفت ان في بعض الطلاب المصريين مجمعين
اتوبيسات على مسؤوليتهم هم، لان السفاره بدات توجه، قالت كل الشباب اللي في مدن الشرق زي مدينه دنيبرو وخاركوف دي اللي انت كنت وزاباروجيا، موجود فيها يعني. من المدينه اللي انا كنت موجود فيها، نلتزم البيوت لحد ما الدنيا تهدى يعني. ولكن احنا كنا بنشوف الوضع يعني بيسوء اكتر، لان المدينه بدات تقفل على نفسها وخوفنا ان احنا ما نعرفش نخرج من المدينه. أكيد. المهم الحمد لله ربنا يسر لنا الامور، وحاولنا نجمع بعض، وجمعنا 3 اتوبيسات طالعين برضو بتوجيهات من السفاره، ان لما عرفوا ان احنا خلاص جمعنا بعضنا وبنتحرك سهلوا لنا كل الامور خالص، بالنسبه برضو لبعض يعني مكلمين بعض المسؤولين برضو في الجيش ان هم يسهلوا لنا عمليه العبور من المدينه بتاعتنا للحدود، وبدأنا نتحرك على الحدود. ولكن الطريق كان صعب جدا، لأني احنا كنا قلقانين من القصف، لأن القصف طايل أوكرانيا كلها، كل حته. كل الأماكن ما كانش في مكان تقريبا ما فيهوش قصف. طبعا عشان أنا أقول لحضرتك إن احنا نمشي نتحرك من شرق أوكرانيا لأي دولة في الحدود، سواء بولندا أو رومانيا أو سلوفاكيا، بعض الدول اللي فتحت للرعاية وللاجئين الأوكران أو الأجانب، مسافة لا تقل عن 1000 كيلو من المدينة بتاعتي للمدن دي للحدود كلها، يعني. ولحدود الدول اللي هي اللي احنا ذكرناها. والحمد لله بدأت عملية إن احنا نبدأ نتحرك، واتحركنا الحمد لله. ولكن في خلال الطريق كان طبعا مشاهد صعبة جدا من ناحية الجيش الأوكراني وخوفهم، وإن هم قلقانين وعاملين دشم وعاملين قافلين الطرق كلها، والمدينة بتاعتي كانوا يعني حفروا حوالين المدينة كلها خنادق عشان لمنع عبور القوات الروسية سواء الدبابات أو المدرعات، وبدأوا يقفلوا الطرق الرئيسية بالخرسانات والدوشم والكلام ده كله. وصلت للحدود، الحمد لله. الوضع كان عامل ازاي على الحدود بقى طبعا بالنسبة لباقي الدول؟ بالنسبة للطريق واحنا ماشيين، طبعا كان السواق ذات نفسه خايف واحنا كلنا خايفين، وفي بعض الأماكن كان في تفتيش أوكراني وبدأوا يفتشوا فينا، وكانوا قلقانين وبرضه موجهين علينا السلاح، لأن هم قلقانين واحنا قلقانين، هما قلقانين لنطلع يكون مثلا مستخبي معانا قوات روسية أو بدأنا الحمد لله نعدي من الكمين الأول التاني التالت، يعني تقريبا كان كل مثلا 50 كيلو كان لازم يكون كمين للجيش الأوكراني، ولكن كمين يعني اللي هما كام فرد بس واقفين، يعني مفيش دبابات، كل الدبابات اتكسفت، كل المدرعات بتاعتهم اتكسفت. والحمد لله بدأنا نوصل على الحدود اللي قلت لي هنا ان كان في ناس قاعدة على الحدود بقى اكتر من 5 ايام. فعلا. احنا واحنا رايحين على الحدود لقينا يعني طريق عربيات فوق تقريبا 30 كيلو عربيات واقفة عربيات واقفة للحدود، دول كلهم لاجئين عايزين يدخلوا من اوكران او سواء الاجانب، بس لرومانيا. معاهم عربياتهم عايزين يدخلوا رومانيا بعائلاتهم وعربياتهم. ولكن احنا عشان احنا الحمد لله الاتوبيس يعني هيلف ويرجع تاني لاوكرانيا، فنزلونا لحد جوه خالص للحدود، واول ما دخلنا الحدود لقينا كمية ناس يعني كبيرة جدا، وبالنسبة جميع الأجانب حطوهم في جهة والأوكران كلهم في جهة تانية، وبدأت أشوف أصحاب ليا من مدن تانية بيقولوا إن إحنا واقفين بقالنا 5 أيام واللي واقف بقاله 3 أيام، فإحنا بدأنا نستعد إن إحنا لا قدر الله ممكن نقف. ولكن زي ما قلت لحضراتكم برضو بتوجيه من السفارة المصرية لحرس الحدود الأوكراني وللجيش في الطرق وكده، سهلوا علينا الامور وبداوا يجمعونا جاليات جاليات كده. وطبعا الجالية المصرية انت قلت لي معلش يوم واحد احنا الحمد لله ما كملناش اكتر من 8 ساعات او 10 ساعات بالظبط على الحدود، اللي هو انا يعني لسه كان في بعدية شباب تانيين، يعني اقول مثلا كلنا قعدنا 15 ساعة وعدينا الحمد لله الحدود ودخلنا. طبعا الشعب الروماني شعب جميل جدا، استقبلونا بالاكل والشرب وخطوط تليفون عشان نطمن اهالينا وكل الحاجات ديت، الحمد لله استقبلونا احسن استقبال. وطبعا السفاره برضو كانت منظمه الكلام ده كله، السفاره المصريه في رومانيا، بدانا نكلمهم نقول لهم ان احنا وصلنا للحدود، بداوا يكلمونا ان طيب تمام الاتوبيسات هتوصل لحضراتكم، وفضلنا فعلا مستنيين الاتوبيسات لحد ما الشباب كلهم اتجمعوا، وبداوا ينقلونا للعاصمه.
عن طريق البصات الخاصة بالسفارة المصرية في رومانيا. والحمد لله أول ما وصلنا العاصمة في بوخارست استقبلنا سيادة السفير نادر سفير مصر في رومانيا. سفير مصر في رومانيا السفير نادر، وبدأوا يستقبلونا ويستقبلونا أحسن استقبال بالأكل والشرب، برضو ما قلت له حتى سابوناش. الفلوس انا دي كانت وطبعا الفلوس برضو بدأوا يعني كل حاجة الحمد لله. بالنسبة برضو للسكن، بعد ما أكلنا ودونا وجبات وطمنوا علينا إن إحنا كلنا بخير، وبدأنا نطمن أهالينا إن إحنا الحمد لله وصلنا العاصمة بتاعت رومانيا، بدأوا يودونا للأماكن اللي كانت موفرة لنا السفارة، أماكن مكان السكن. السكن. أماكن السكن الحمد لله برضو الطلاب الرومانيين وجميع الرومانيين كانوا متعاطفين جدا معانا ويساعدونا بأكل وشرب وكل حاجة. وصلنا السكن الحمد لله على الساعة 3 الفجر، بدأنا طبعا نستريح لأن احنا كانت رحلة صعبة جدا، أكتر من 2000 كيلو، أكيد. أكتر من 2000 كيلو متر من العاصمة من مدينة دنيبرو لحد ما وصلنا لبوخارست. تقريبا قعدنا أكتر من يومين في أو 3 أيام في الطريق كله لحد ما كطريق وصلنا. بس، انما الحمد لله ما فيش وقفان او في لا الحمد لله ما وقفناش كتيرة، بس المنطقة بتاعت الحدود، حتى الحدود كانوا كويسين جدا معانا وتعاملوا معانا أحسن معاملة. بدأنا ندخل السكن بتاعنا وريحنا ونمنا الحمد لله. صحينا على الساعة 10 الصبح، صبح 10 الصبح كانت الصبح حوالي 7 ساعات. تقريبا حوالي 7 ساعات نمناهم، والحمد لله ارتحنا خالص يعني. تمام. بدأت السفارة تكلمنا وقلنا جهزوا حاجتكم يلا عشان طيارات الإجلاء وصلت، وإن شاء الله نتحرك على الساعة 3 4 قبل ما المصريين كلهم يتجمعوا. والحمد لله بدأنا نجهز نفسنا، بس عشان الأتوبيسات كانت تتحرك من السفارة، والسفارة كانت تقريبا بعيدة عن السكن حوالي 10 دقايق، وإحنا معانا حاجاتنا وشنطنا وما كانش معانا حتى فلوس نركب. بدأت السفارة تكلمنا قالوا لنا تعالوا في تاكسيات، ركبوا تكاسي وقالوا لنا تعالوا أول ما توصلوا هناك ادخلوا وخدوا فلوس مننا، وفعلا كانوا مجهزين لنا الفلوس. وأول ما وصلنا دخلنا سألناهم على فلوس عشان نحاسب التاكسي، وفعلا ادوني فلوس وادوني 50 العملة بتاعت رومانيا الليو، وبدأوا يدوني التاكسي كان ب 23، دي عملة رومانيا. دي عملة رومانيا، وادوني الباقي اهوت سواق التاكسي. بس انا الاستاذ اللي اخدت منه من السفارة الفلوس ما لقيتهوش تاني وما عرفتش اوصل له، لاني احنا ساعتها على طول اول ما وصلنا ركبنا الاوتوبيسات على طول، والفلوس فضلت معايا هي يعني. دول المساعدات من الاشخاص ذات نفسهم اللي في السفارة، السفارة يعني حتى من على حسابهم الشخصي كمان ساعدونا. في رحلة، في رحلة العودة بتاعتك انت شفت بقى طبعا اللي تم معاكم واللي تم مع بعض الدول، يعني انت شايف الوضع بالنسبة لك؟ بالنسبة لمصر احنا الحمد لله يعني، انا بقول لحضرتك انا كان ليا اصحاب من هنود واصحاب مغاربة، وكل دول كانوا واقفين معايا الحدود من دول من مدن تانية، مش مصدقين. هم قاعدين بقالهم 4 ايام وانا دخلت قبليهم، ان هم اتفاجئوا انا كنت واقف بره معاهم وفاجئوا ان انا جوه وهم دخلوا لقوني جوه. لو جوه. فالحمد لله يعني كان الامور متسهله لنا جدا. وبالنسبه لسفاره مصر في رومانيا الصراحه يعني عملوا اكتر من اللازم بكتير، يعني اكتر من اللي كنا نتخيله الحمد لله يعني. الحمد لله، ومليون الحمد لله على الله سلامتك. يسلمك يا رب، وربنا يبارك فيكم، وشكرا جدا للناس اللي كانوا بيطمنوا علينا، وشكر خاص لسيادة الرئيس على ان هو بعت لنا طيارات خاصة وان هو دايما كانوا بيطمنوا علينا، وبدأ والحكومة طبعا ووزارة الخارجية وسيادة السفيرة سيادة الوزيرة نبيلة مكرم، وطبعا سيادة السفير الأستاذ نادر، وطبعا الأستاذ رئيس الجالية المصرية الأستاذ علي فاروق برضو كان عليه ضغط كبير جدا، لأن زي ما قلت لحضرتك الدنيا كانت صعبة جدا على الكل يعني. هو حتى ذات أكيد. نفسه يعني زي ما بقول لحضرتك أنا كنت قلقان، فأكيد هم برضو كانوا قلقانين وكلنا كنا خايفين. فبرضو بعض الحاجات اللي حصلت غصب عنهم إن هم ما كانوش قادرين يساعدونا بما فيه الكفاية، لأن إحنا في حرب، أكيد. ما كناش مثلا في هدنة حتى الواحد يقدر السفارة تقدر تحركنا أو الكلام ده كله، القصف كان ليل نهار. الحمد لله، الحمد فالحمد لله، لله يا رب. ونشكر كل الناس اللي مليون وقفت معانا مليون الحمد لله على سلامتك ودعوا لنا، والحمد لله أنا دلوقتي وسط أهلي
الحمد لله ان انا وسط اهلي وصلت لهم، الحمد لله مش مصدق والله ان انا وصلت لهم، الحمد لله بامان وسلام الحمد لله. الحمد لله، مليون الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طبعا الله كانت في يخليك. حالة كبيرة من القلق والترقب هنا طبعا من ساعة إعلان حالة الحرب وبدء الضرب الفعلي لمدن أوكرانيا. الوضع كان هنا في البيت كان عامل إزاي طبعا، والتواصل مع خالد كان بيتم إزاي؟ انا كنت يعني اول ما قمت بالفجر لقيت الضرب كده، يعني انهارت وبقيت على اتصال على طول، ما فيش يعني قعدت 10 دقايق بقى لقينا اتصل تاني، 10 دقايق قاعدة على الاخبار ليل ونهار، لا اكل طبعا ولا شرب ولا اي حاجة، كل حاجة بالنسبة لي واقفة. أكيد. الحمد لله الحمد لله يعني الحمد والشكر لحين لله. بقى ما تم خالد طبعا لما تواصل معاك وقال لكم أنا راجع خلاص في طيارة مصر. الحمد لله انا قريت الخبر على البتاع، والله ما بقتش مصدقة نفسي، الحمد لله يعني ان سيادة الرئيس وقف برضو جنبهم وما سابهمش، يعني طبعا وان هم جم بالسلامة. اكيد طبعا ردة الروح في حضرتك في الاسره طبعا ككل يعني طبعا طبعا بعد عودة الدكتور خالد طبعا ليكم وفي حضنكم هنا. الحمد لله الحمد لله يعني رب. مليون الحمد لله على السلامه دي وربنا يحفظكم. الفضل لله برضو، الحمد لله دعوات الناس كلها لنا ويعني الحمد لله يعني الحمد لله. ربنا يا رب يحفظه ويحفظ اخواته. واحنا طبعا سمعتم حضراتكم تفاصيل رحله العوده من اوكرانيا طبعا بلد الحرب دلوقتي. خالد عاد من الحرب وسط اسرته سالم غانم، ربنا يحفظه ويحفظ كل المصريين العائدين. احنا كنا معاكم من منزل دكتور خالد في منطقه ابو زعبل بالخنكه، وكان معاكم ابراهيم سالم مدير مكتب اليوم السبب الاليوبيه. شكرا للمتابعه.